من العلامات الصغرى للساعة أن يرتفع الأسافل والأراذل وعلى الأخيار وعلى صفوة المجتمع، كما جاء في المسند من حديث أبي هريرة: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وهذا واضح وصادق على بعض الصحفيين حينما يكتبون بعض المقالات هداهم الله. ولذلك عند الطبراني قوله عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعولة. قيل لابن مسعود: ما التحوت؟ قال: البيوت السافلة التي فيها الأسافل. قيل: ما الوعول؟ قال: أصحاب البيوت العالية، يعني أهل الخير. ولذلك في المسند: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، وهو الرذيل من الناس. ولذلك في المسند أيضا قال: حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع.